أهلا بكم، مشوار جديد في برنامج الملعب نبدأه بالعناوين. آسيا تزف زعيمها إلى نصف النهائي، وينك يا لعين؟ العين تصيب الاتحاد. عوائد النقل تقود تكتل رؤساء أندية جميل. أهلا بكم من جديد في برنامج الملعب. ألف مبروك بداية لفريق الهلال، اليوم أطاح بفريق السد، تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا. في المقابل العين لم يرحم الاتحاد في الشرائع. ألف مبروك مرة ثانية لفريق الهلال. لازم بك اهيب، لا تلومني وانت الزعيم. يا هلال لازم بك اهيب، لا تلومني وانت الزعيم. يا هلال يا الحاضر هنا، يا هلال يا الحاضر هنا، يا هلال يا الحب القديم، يا هلال يا الحب القديم. مبروك للهلال، ورحب بضيفي هذه الحلقة مباشرة من جدة، الناقد والخبير الرياضي الأستاذ عادل عصام الدين. حياك الله أبو لما. تجي جدة ولا تعلمنا، أو تجي الرياض ولا تعلمنا؟ أهلا وسهلا أخ بدر، وخطوة موفقة كمذيع كبير، نتمنى لك التوفيق. شكرا لك. أيضا من الرياض ورحب بنائب رئيس تحرير صحيفة الرياضية الأستاذ عبد الرحمن الجمازي. حياك الله. الله يحييك، وأتمنى إن شاء الله أن أكون ضيف على مشاهدة القناة الرياضية السعودية، ورحب بزميلي وأخي العزيز أبو لما عادل عصام. إن شاء الله. أبو لما خليني أبدأ من عندك برؤية الناقد، كيف شفت اليوم تأهل الهلال؟ اولا احيي الاستاذ الكبير الزميل عبد الرحمن، من زمان ما شفته، انا سعيد اني اكون معاه اليوم. الحقيقه شوف، يعني لا يصح الا الصحيح. طبعا انا ما ابغى استعرض عضلاتي يعني من القراءات السابقه، لكن انا شخصيا والله كنت متوقع فوز الهلال والتاهل، وايضا يعني كررتها كذا مره، اتوقع هذه المره انه البطوله ستذهب للهلال باذن الله تعالى ان صارت الامور كما يجب. طبعا الهلال، شوف، مع التقدير والاحترام، فريق السد ليس هو السد الماضي، السد اللي سبق انه فاز ببطولة آسيا من قبل، كان واضح حتى من المباراة الأولى، علما انه الهلال لم يتجاوز الفريق القطري في مباراة الذهاب إلا بهدف واحد. يعني طيلة المباراة وأنا أتابعها اليوم كنت يعني واضح جدا انه الهلال هو الأخطر الأكفأ. الفريق السد يعني على مدى 85 دقيقة باستثناء الخمس دقائق الأخيرة، يعني كان السد بالعكس كل كراته في وسط الملعب. الحقيقة يعني لو سألتني عن أفضل خطوط الهلال اليوم أقول لك خط الدفاع، لأنه كان متمكن، لعب ارتياح، ويعني الحقيقة قضى على أي فرصة يمكن أن يصنعها فريق السد طيلة المباراة باستثناء الخمس دقائق الأخيرة، لأنه لاحت للفريق القطري ثلاث فرص، واحدة منهم ضربت في القائم، وكان يمكن طبعا أن يحدث ما لا يحمد عقباه بالنسبة للهلال. لكن عطفا على المقارنة الفنية بين الفريقين، وأيضا حتى على مجريات المباراة، واضح جدا أن الكلمة العليا كانت للهلال، كان هو الأخطر. حتى في بداية الشوط الثاني كان يمكن أن يسجل. أنا أقول مبروك للهلال لأنه يستاهل، وإن لم يواجه طبعا ذاك الند القوي، أنا أتصور فريق العين الفريق اللي حيقابله في مباراة نصف النهائي سيكون أقوى من السد بلا شك. يعني أنت تشوف أبو لما أن النسخة الحالية لدوري أبطال آسيا الهلال مهيئ لها أكثر، مهيئ للكأس أكثر؟
خليني عشان كمان ايضا ما كنا يعني مفرط في التفاؤل، على الاقل بالنسبه لغرب اسيا اثبت الهلال انه هو الاكفى وهو الاقدر والقادر على الوصول، وايضا طبعا لا اقلل من شان العين. ليش اقول الكلام هذا؟ لانه الحقيقه الغموض يكتنف كل مستويات الفرق الاسيويه في الشرق، وطبعا انت لما يعني المستويات هناك طبعا متقدمه جدا. احنا يعني على الاقل نبغى نشوف الهلال السعودي الان بعد خروج الاتحاد في المباراه النهائيه، وبعدين لكل حادث حديث، وان شاء الله تعالى الهلال يوفق. وطبعا هو يعني ليس مستغرب، الهلال جاب في بطولتين قبل كده وهي 6 بطولات مجموع بطولاته الاسيويه، ان شاء الله يوفق ويجيب البطوله ان شاء الله. عبد الرحمن، الهلال والسد. الهلال يعني برغم نتيجته غير المطمئنه يعني في مباراه الذهاب في الرياض 1-0، الا انه من الواضح ان الفريق كان يعيش استقرار، يعني استقرار واضح على الفريق عناصري. بالتالي ايضا المدرب الروماني نجح في الابقاء على خارطه الطريق التي رسمها سامي الجابر، يعني او التي زرعت الثمره الاولى لها سامي الجابر. الفريق كان في اسيويا شهد تالق اكثر من كمشاركات فيها محلية. نفس سامي فيها نفس سامي الفريق بالضبط، وهذا تعيدنا للوراء يعني ايضا حديث المدرب لجيكامب اول ما استلم الهلال، يعني صرح في تصريح في مؤتمر صحفي وقال انه سامي اني وجدت ارث يعني من سامي، فريق عظيم تركه له لي سامي. وهو بالضبط طبق هذه على الارض الواقع، بدليل انه لم يجر اي تغييرات عناصريه باستثناء التعاقد مع بنتلي. طيب امام العين، متفق مع ابو لما انه العين صعب؟ بالتاكيد العين صعب يعني واقوى برايي الشخصي انها اقوى من فريق السد، مواجهه الهلال مع السد، لكن هذا لا يعني اغفال من الهلال. لا شك في ذلك يعني انها اقوى من الهلال، لكن فريق صعب المراس يعني بدليل انه مشواره ايضا استقراره الفني، مدرب ذكي مدرب زلاتكو. شاهدنا يعني مباراته مع الاتحاد يمكن لا تعطيك انطباع كامل عن مدى قوه الفريق او نقاط ضعفه، بحكم انه حسم مباراته مع الاتحاد من مباراه الذهاب، يعني حسمت من بدري، لم يكن الاتحادين كلمه في هذا الدور. لكن هذا لا يعني التسليم بأن الهلال يعني في طريقه للنهائي، طريق مشوار صعب، لكن يكفي الهلال أنه تغلب على بطل نسخة 2011 اللي هو فريق السد، هو بطل نسخة 2011، فبالتالي أيضا هو مطالب ب اختلف السد عن 2011 مثل ما قال أبو لما؟ والله نقول اختلف إذا تصورنا كبطل، لكن لو تابعنا مشواره من البدايه في البطوله ممكن لا، هذا هو السد يعني لم يعني ما في ذيك الاختلافات الواسعه على للفريق. طيب ابو لما، انت ذكرت انه السد اليوم مش سد الامس. انا اقول لك الان في مباراه الهلال والعين المقبله في نصف النهائي، العين ايضا مش عين الامس صح؟ مش عين النسخ الاولى. لا، العين تحديدا بالعكس، طبعا هو سبق انه ايضا كان له صولات وجولات، لكن الان هو مستوى ممتاز جدا، لانه طبعا انت لا تنسى الان يوجد افضل ضابط ايقاع وعقل مفكر في كل الانديه الخليجيه اللي هو عموري، اختلف عنده اجانب ممتازين. بالعكس شوف من ناحيه المقدره العناصريه تفكيك العناصر هذه، انا اشوف العين الان افضل حتى من الفريق العين اللي فاز بالبطوله. الان العين يمكن يقدم لنا افضل تشكيله انا شفتها بالنسبه للفريق حتى الان. مباراه الاتحاد والعين ابو لما، خلينا ننتقل لمباراه الاتحاد والعين. توقعنا صراحه من الاتحاد ان يكون اجمل من المظهر اللي ظهر فيه. شوف انا يعني كان تمرين ساخن لفريق العين الحقيقة، ما يعني طيلة المباراة أنا ما شعرت أنه هناك مباراة بقدر ما هي مناورة أو تمرين ساخر للعين تحديدا، لأنه زي ما تفضل الأخ عبد الرحمن يمكن هو كان مقترب من المباراة الأولى. لكن أنا الحقيقة يعني لو سألتني هل كنت أتوقع غير هذه النتيجة، أنا أقول لك نعم. يا أخي واحد زي مختار فلاتة كان قبل المباراة يقول 99% فائزين، أنا ما أعرف فين كان هو في المباراة الأولى أو في المباراة الماضية. وبعدين أنا تساءلت قلت يا أخي هل يستطيع اللاعب أنه يقرر ويقول لك يعني 99% معناه يعني عبارة عن مفتاح؟ قلت والله إن شاء الله. الأخ خالد القروني قال فايزين 3-0، وتشعر يعني بالفعل أنه بركان اتحادي حيكون في استاد الشرائع. ما يعني ذهلت أنا. كم يتحمل أبو لما خالد القروني من ما حدث اليوم؟ أنا قرأت خالد القروني
هو ذكر بأنه سيحضر مفاجأة في مباراة العين. والله يا مفاجأة شينة بس خايسة، وش ما يعني صراحة صدمة، يتحمل نسبة كبيرة طبعا، نسبة 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 عالية من الفريق كحيان يا أخي والله العظيم، يعني أي سعودي ما كان يتمنى أنه يا أخي أول مرة العين ياخذك رايح وجاي، ترى العين عمره ما فاز على الاتحاد إلا في مباراة الذهاب، وفاز المباراة غياب كامل للروح القتالية. أنا تصورت يعني طبعا شوف اي واحد منطقي وواقعي يدرك انه في فرق، يعني الاتحاد لا يمكن انك انت تصنع من الفسيخ شربات بين عشيه وضحاها، الخلل موجود معروف، لكن انت طبعا يعني تعتمد في توقعك على الاقل على الجانب المعنوي او النفسي او الذهني. انا كنت اتوقع كذا انه يجي ينزل فريق الاتحاد شرس مقاتل، لكن اللي حدث انه العكس، كان بالعكس كانه يلعب تمرين، وطبعا زاد الطين بله انه عدم وجود الجماهير بعكس فريق العين. فريق العين تصدق لعب حتى افضل من المباراه الاولى، كان فريق متمكن خطير واضع فرص في الشوط الاول، فرص كان يمكن انه طبعا تزيد غله الفريق العيناوي. الحقيقه يعني خالد القروني يتحمل، يا اخي انت خسرت في مباراه الذهاب بهدفين، من البديهيات واي واحد يفهم كوره يعرف انك انت مطالب بالفوز بثلاثه اهداف، وبالتالي لابد ان تغير طريقه اللعب. طريقه اللعب هو اللي اعتمدها في كل مبارياته حتى الان، الطريقه اللي هي معتمده عالميا الان 4-2-3-1، هذه كلها حتى الهلال، حتى مدرب الهلال. لكن هناك فرق، انت لما تيجي في مباراه مطالب فيها بالفوز يجب ان تغير، يعني تصدق لاعب مختار فلاته مهاجم وحيد، ولما حتى اراد ان يغير شال مختار فلاته وجاب عبد الرحمن غامدي، ايش يعني تخبيص الحقيقه مستغرب من مدرب. يعني انا حتى لو واحد مدرب عادي يعني حتى في المدارس ما يمكن يخطئ مثل هذا الخطا، انت مطالب بالفوز. وبعدين الحقيقه يعني حتى في اختياراته، شوف بقول لك حاجه واعتذر على الاطاله، يا اخي ريال مدريد بطل ابطال اوروبا الموسم الماضي، انشيلوتي احد المدربين الكبار، تصور شال دي ماريا لاعب اساسي في منتخب الارجنتين، وشال خضيره لاعب اساسي من ابطال العالم، شالهم الاثنين استغنى عنهم لانه هو طبعا يشوف ايش امكانيات الفريق وايش حاجاته، جاب خامس رودريغيز وجاب كروس من المانيا لانه هو يحتاج كذلك. خالد القروني لم يفعل ذلك في الاتحاد، والحقيقه انه مع الاسف الشديد معظم انديتنا لا تفعل ذلك، يعني يجيبوا الاسماء مجرد اسماء ينقوهم من السوق العالميه باي كلام، لكن ليس على حسب احتياجات الفريق. طيب اليوم نادي السد أصدر بيان بخصوص التدافع الجماهير السعودية والجماهير الهلالية على ملعب جاسم بن حمد. فحوى البيان أو زبدة البيان أنهم أبلغوا نادي الهلال بأن العدد المسموح مسبقا هو 1200 مقعد فقط حسب قوانين ولوائح الاتحاد الآسيوي، يمثل نسبة 8% من مجموع مقاعد الملعب، تم إضافة 231 مقعد إضافي، إضافة إلى أنهم هم من طلب أن يكون، يقصد نادي الهلال، التوزيع تحت مسؤوليتهم، وبناء عليه فإن نادي السد لا يتحمل مسؤولية قدوم أعداد أكبر من العدد المعلوم مسبقا من قبل نادي الهلال، وكان يجب الإعلان عن العدد المتوفر. مع حق؟ اليوم شفنا تدافع. بالضبط، يعني الحضور الجماهيري أو الملاعب القطرية لم تتعود، بالرغم من مشاهدة المباراة في أماكن فارغة من درجات فارغة، يعني لكن كان يفترض من نادي الهلال أن يعلن؟ كان مفترض، بس الهلال يعني لا يستطيع أن يسيطر على الأمور هناك، يعني بالتالي الهلال اشترى قيمة التذاكر كاملة اللي هي الحد المسموح لها أو في المباراة، بالتالي الأعداد واضح. أنا سمعت تعليق المعلق المباراة فيقول لهم في أعداد كبيرة برا الملعب لم تستطع أيضا الدخول، وكان يشير إلى الجماهير الهلالية. لكن نادي السد يتحمل شيء من هذا؟ والله بالنسبة للتنظيم والتنظيم احنا تعودنا على المتاهات الجماهيرية. يعني انت تقصد عبد الرحمن حتى لو في مقاعد إضافية المفروض تدخل الجماهير؟ يعني كنت أتمنى، لكنه مو من يعني من حق السد انه يكتفي بالمسموح به حسب يعني القانون، حسب القانون، لأنها أيضا على أرضه ولا يريد أن تكون الكفة الجماهيرية لصالح الهلال، وهذا من حقه ما حد يقدر يلومه يعني. طيب الهلال ان شاء الله راح يقابل نادي العين في الدور نصف النهائي، نتابع لقاء الذهاب والاياب، ف
تواريخ الذهاب راح تكون يوم 16 سبتمبر إن شاء الله في الرياض. مباراة الإياب راح تكون إن شاء الله يوم 30 سبتمبر في مدينة العين. فاصل ونعود لاستكمال بقية محاور حلقة الملعب لهذه الليلة. أنا يوسف عبد الله المسعري، عمري 15 سنة، ألعب في أكاديمية الموهوبين، ألعب صانع لعب، أتمنى أصير مثل محمد الشلوب، إن شاء الله ألعب في أحد الأندية، وأبوي إن شاء الله يشجعني الحين، وإن شاء الله أصير ألعب في نادي الهلال ولا نادي الشباب، إن شاء الله في كأس العالم أتمنى ياخذ الفريق اللي فريق إن شاء الله إسبانيا. ولا البرازيل إن شاء الله، إن شاء الله تخسر يتوفق في آسيا إن شاء الله. أهلا بكم مجددا في الملعب. ضيف هذه الحلقة مباشرة من جدة الناقد والخبير الرياضي الأستاذ عادل عصام الدين، ونائب رئيس تحرير صحيفة الرياضية من الرياض الأستاذ عبد الرحمن الجماز. بالأمس رئيس نادي الفيصلي الأستاذ فهد المدلج خص برنامج الملعب بحديث يتضمن انزعاجه هو وأغلب أندية الدوري جميل من توزيع عوائد النقل التلفزيوني والرعايات التي أعلنت مؤخرا على أندية دوري جميل. تحدث أن هناك تكتل سيكون ضد اتحاد الكرة، ضد الرابطة، ربما يذهبون إلى أبعد من ذلك إلى الاتحاد الدولي. أستقبل هاتفيا رئيس مجلس إدارة نادي التعاون الأستاذ محمد القاسم. أستاذ محمد مساء الخير. مساء الخير أخي البدر، ومسي عليك وعلى ضيوفك والسادة المشاهدين، أهلا ومرحبا. أهلين أستاذ محمد. الآن إيش المطلوب من اتحاد الكرة؟ هل في اجتماع أول شيء راح يوقد بينكم كأندية التكتل ثم ستذهبون لاتحاد الكرة؟ إيش المطلوب من اتحاد الكرة؟ والله هو المطلوب من اتحاد الكرة أول شيء تفسير التقسيم هذا، بدون يعني أنت لما تتكلم عن حقوق الأندية والمفروض اللي تشارك فيه في تقسيمه أو لها دور كبير في تقسيمه ورأيه في التقسيم إلا ما تشارك في هذا الموضوع. أول شيء أنا أتمنى من اتحاد الكرة تبرير هذا الـ هذا الـ هذا اتخاذ القرارات هذه بدون الرجوع للأندية. أعتقد إنه رئيس الرابطة يقع عليه جزء كبير من المسؤولية بحكم إنه نائب رئيس الاتحاد السعودي أيضا حاضر كان في الاجتماع ومقر من المقررين لهذا التقسيم، وهو يعلم جيدا أن من حقوق الأندية في دوري عبد الرضي الجميل إنه ومن أساسيات حقوقها هي التقسيم ونسب التقسيم. طيب خطواتكم الجاية؟ والله انت شوف احنا طبعا نبي تحركاتنا القادمه باذن الله انه هتكون قانونيه بحته.
لحفظ حقوقنا احنا كانديه للامانه، لان اعتقد انه التجاهل اللي صار في هذا القرار واعتقد انه مجحف في حقنا كثيرا. يعني يجب ان يبحث، يعني حتى اتمنى من رئيس الاتحاد السعودي ان يبحث هذا المجال ولا نضطر الى اتخاذ خطوات اخرى. يعني ايش اللي ممكن استاذ محمد، هذه الخطوات ايش ممكن تكون؟ والله شوف اخوي بدر، يعني الامور هذه ما يمكن انك تحددها، ولكن على حسب تطور الموقف ممكن تتخذ خطوات اخرى. ولكن اللي انا احب اكده انه نادي التعاون من ضمن عده انديه لن تتنازل عن حق من حقوقها. احنا يجب ان نشارك في التقسيم، احنا يجب ان نقتفل معاناتنا في هذا التقسيم. سوف يظل الانديه الغنيه غنيه، والانديه القليله الدخل قليله الدخل على طول الوقت. وهذا حتى اهداف الرياضه في المملكه العربيه السعوديه لا هي التنافس، والتنافس في كل المجالات. احنا بالطريقه هذه ما نقدر حتى نستطيع. اذا نتكلم عن المركز الاول ياخذ 27 مليون والمركز الاخير يحصل على 11 مليون، اعتقد في جاب كبير جدا يعني، وهذا خطير جدا يعني. جاب او ظلم؟ لا 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 لا، انا لا اتكلم عن الظلم. انا متى ما اقر الانديه في دوري عبد القادر الجميل بالاجماع على هذا التقسيم انا من ضمنهم يعني لا يمنع، ولكن نرى انا كرايي انا غير مقتنع بهذا التقسيم نهائيا يعني. في النقص التوزيع النقل التلفزيوني او حتى حقوق الرعايه. وفي نص صريح انه هذه من الامور، او في البند 53 انه الفقره الرابعه انه هذا من حقوق الرابطه، هي اللي من تقسم هذا المجال وليس الاتحاد السعودي. ممتاز. الاستاذ محمد القاسم رئيس مجلس اداره نادي التعاون، شكرا جزيلا لك. عبد الرحمن، صارت هذه الموسم الماضي عمليه الاحتجاجات، وخلينا نقول تم الرضوخ من قبل الاتحاد السعودي والرابطة لمطالب الأندية، الآن تتكرر مرة ثانية. وللأسف يعني أولا نفس الدوامة مثل ما قلت عدنا لها مرة ثانية من جديد، ولكن الموسم هذا في زمن مبكر. ثانيا رأس الأندية أو اللي شكلوا تكتل يرون أن القرار تقسيم العوائد المالية وحقوق النقل أن تم اختطافها من الرابطة اللي هم حيكون لهم دور مؤثر فيها. هذه نقطة. النقطة الثانية الخطأ الكامل أو المسؤولية الكاملة تقع على اتحاد الكرة الذي للأسف ما حل المشكلة العام الماضي، سوى لها مسكنات فقط، والآن هذه تكرر يعني مع بداية الموسم. ولكن أعتقد هو أن التكتل في الفحوى حقه أو محتواه الكامل هو مجرد يعني تلويح، يعني تلويح بالعصا لاتحاد الكرة من أجل الضغط عليه فقط. أما المضي به قدما فيعني أشك فيها، هي أشك فيها، لأن أشك حتى أنه يكون في التكتل بهذا الإجماع، أو لأنه عرفنا يعني اللي يقود التكتل هو رئيس نادي الفيصلي معه مجموعة، لكن هو اللي ظاهر في الصورة حتى الآن. لكن أتمنى أن تأخذ الأندية كامل حقوقها، مع أنني أقف في جانب أنه ضد مبدأ المساواة في حقوق النقل، لأن هناك أندية كبيرة لها مصاريفها لها بطولاتها وتحقق، وهناك أيضا أندية كل طموحها هو البقاء في دوري جميل. في نفس هذا الموضوع استقبل هاتفيا أيضا رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الأستاذ مريح مريح، حياك الله. الله حيك، عليك بخير وعلى عادل عسام الدين أستاذ محمد الجمال على السادة المشاهدين، وأحب أبارك الجماهير السعودية والرياضية تحت فريق الهلال المربع الآسيوي وخاصة بالتالي الأمير عبد الرحمن سعد والصديق محمد أحمدان. مساك الله بالنور يا مريح. خلينا نتكلم عن التكتل، هل فعلا سيذهب التكتل إلى خطوات حقيقية قانونية أم مجرد ورقة تلويح للضغط على اتحاد الكرة إن لم يستجب؟ لا، شو شيء انا ضد كلمه تكتل او مو تكتل، هو انديه فرديه كل يبحث عن مصلحه ناديه ويحاول الحفاظ على حق ناديه بحكم انه مؤتمن على النادي. التقسيم اللي حصل اللي صدر من الاتحاد السعودي اول شيء بتكلم به من شقين، الشق الاول ليس من حق الاتحاد السعودي ان يتخذ مثل هذا القرار. الحقوق التجاريه اللي يحصل عليها دوري عبد القادر الجميل هي من حق الانديه، هي اللي هي تتحكم في توزيعها. طبعا احنا نثني على ونشكر الامير عبد الله بن مساعد على جهوده وعلى ظفره بعقد يعني كبير للدوري، والامير عبد الله بن مساعد اجتمع معنا كانديه احتراما لنا وتقديرا لهذه الانديه وبلغنا بقيمه العقد ولم يتطرق للتقسيم.
دليل انه رجل حكيم ويعرف ان هذا الشيء ليس له على الرئاسه ولا اتحاد القدم له علاقه في هذا التقسيم وانه من حقوق الانديه نفسها. فلذلك لم اجتمعنا مع الامير عبد الله بن مساعد ما تكلم عن التقسيم نهائيا لانه يعرف ان هذا من حقوق الانديه. كنا متوقعين يكون هناك اجتماع للرابطه لتحديد تقسيم الايرادات. مفاجاه انه يصدر من الاتحاد السعودي، مع احترامنا لهم نقدرهم ونقدر عملهم، ولكن ليس من مهام الاتحاد السعودي اتخاذ هذا القرار والتقسيم اللي هو 50%. بالنسبه للخطوات اللي راح نتخذها احنا طبعا اكيد انه في اتصالات بين الانديه المتضرره اللي ترى انها متضرره. في اول شيء رفع مذكره الاحتجاج او رفض القرار اللي صدر وطلب باعاده التوزيع بطريقه عادله وطريقه يوافق عليها الاغلبيه في الرابطه، الرابطه هي اللي تملك الحق في توزيع ايراداتها. ان لم يستجب. والله شوف احنا ما اخفيك احنا قد نتخذ قرار ان مثلا نوكل محامي ملم في القضايا الرياضيه في الحفاظ على حقوقنا كانديه، يعني اذا اتفقت الانديه اللي ترفض القرار هذا ربما نتجه لمحامي والمحامي يصعد القضيه الى ابعد مدى للحفاظ على حقوقنا. واحنا طبعا ما نتمنى الخلاف ولا نتمنى انه يكون يعني هناك فجوه، ولكن هذا دور الرابطه، الرابطه كان مفترض انه يكون لها دور قوي قبل وغير متوقع حدوث الشيء هذا، وانا متاكد ان رابطه المحترفين متوقع ان راح يكون احتجاج، ولكن للاسف يعني كان المفروض ان نجتمع معهم ونقرر الامور هذه. الشق الثاني اللي انا بتكلم عليه اسمح لي اخوي بدر. اي تفضل. 50% هذه صراحه يعني هي راح تجعل كبير والصغير صغير. هذا مخالف يعني لمبدا التنافس. الانديه الصغيره اللي لا تملك قاعده جماهيريه ولا تملك يعني شرفيين كبار ولا تملك ايرادات حقوق رعايه يعني رعايات خاصه في الانديه راح تتضرر. يعني المركز الاخير الموسم الماضي كان ياخذ 8 ملايين والان ياخذ 10 ملايين، ما فرقت يعني رغم ان العقد زاد لكن ما تحركت الانديه اللي تحت، ايرادات راح تظل صغيره. 50% انا معها في حال ان بعد الخصخصه لما يكون هناك خصخصه تكون الانديه عباره عن شركات من حق الشركه انها تسعى ان تحصل مركز متقدم تصرف على فريقها بحيث انها تصل الى مركز متقدم، لكن بالوضع الحالي ما دمنا نقدر رؤوس اعضاء الشرف ونستجديهم ونبحث عن موارد بطريقه التوسل والتسول مع بعض، ف 50% هذه راح نبقى على وضعنا هذا وراح نعاني سنوات طويله ما بين صاعد وهابط، ولن الانديه المتوسطه هذه لن تكون في يوم من الايام انديه كبيره. ممتاز. فاحنا ضد المبدا 50% عادل في حال ان اقل نادي يصل الى 20 مليون مثلا. جميل. هذا الخصخصه، اما الان ما اعتقد انه يعني مضر حقيقه في انديه كثيره راح تتضرر. جميل، رئيس مجلس إدارة نادي العروبة الأستاذ مريح، شكرا جزيلا لهذا التوضيح وهذه المداخلة. أبو لما إيش رأيك أنت في موضوع التكتل هذا؟ والله شوف أنا من العام الماضي يعني كثير كذا مرة كتبت وتكلمت يعني عن أنا مؤيد كنت 100% ولا أزال الغلابة والضعوف هذول صراحة.